توقعات برج العقرب ليوم الثلاث 31/10/2023. حبك الشديد لشغلك وحرصك على شد التذاكر افكار مميزة هيخليك في مقدمتك طول اليوم والوقت ده. مستك عباقي زملائك هتخليك دايما بتحس بسعادة وفخر بنفسك. النهاردة اموالك بتزداد وبتتحسن بشكل كبير طول انتظار، وهتبتدي تلاقي النهاردة فرصة جديدة تزيد بيها دخلك. خليك بس حريص علشان ما تصرفش في انفاقك، وانك تاخد قرارات ممكن تعتبر متهورة. هتستمر في انك تركز على اهدافك واولوياتك بشكل كبير. خليك واثق ان الكون هيوفر ليك كل اللي انت محتاجه. هتتعاون بشكل دايم مع شريك حياتك وهتبقى حريص عشان تحسن علاقتك بيه طول الوقت. هتخلي حياتكم سعيدة جدا، هادية، خالية من المشاكل والخلافات. هتمارس رياضة هتخليك تحس بحيوية ونشاط طول الوقت. هتتابع نظام غذائي صحي هيساعدك في انك تحافظ على صحتك. هتستمر في انك تبتكر افكار جديدة مختلفة لغاية ما تحصل على كل اللي انت بتحلم بيه، وهتحس بفخر بنفسك.